لا حديث في مصر خلال الأيام اللي فاتت وعلى وسائل الإعلام المصرية وفي الصحافة إلا عن حقوق الإنسان. الإعلام والموظفين في الوزارات أو الوزراء، يعني لو هنسميهم وزراء، قايمين نايمين قاعدين واقفين بيكلمونا عن حقوق الإنسان. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بلدنا في القرن 21 في العام 2021 اكتشفت إن في إنسان وليه حاجة اسمها حقوق الإنسان، فقط بعد إطلاق ما يسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللي أطلقها عبد الفتاح السيسي تزامنا مع أحداث 11 سبتمبر في مغازلة واضحة وصريحة للخارج وليس للداخل. الغريب كمان، ويمكن معلومة لسه عارفها قبل ساعات، إن اللي دشن هذه الاستراتيجية واللي قام على إعدادها واللي قام على بلورتها هي وزارة الخارجية، الوزارة المعنية بجميع شؤون الدول ما عدا الدولة المصرية أو المواطن المصري. يبقى الاستراتيجية بتقدم للخارج وليس للداخل، المخاطب بها العالم الخارجي وليس المواطن المصري، المقصود بها تحسين سمعة النظام مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، مع صندوق النقد، مع مجلس الأمن، مع الأمم المتحدة، لا سيما بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحجب جزء من المعونة متمثل في 300 مليون دولار، وصل في النهاية إلى 130 مليون دولار. وطالما هم عايزين حقوق إنسان، إحنا كمان هنديهم حقوق إنسان. الإعلام المصري عايز حقوق إنسان، وعايز المواطن يسمع كلام عن حقوق الإنسان، والنظام في البلد عايزنا أو عايز الناس تتكلم عن حقوق الإنسان. خد بقى حقوق إنسان لحد ما تشبع، هديك من دلوقتي حقوق إنسان لحد ما تتكرع. لو هنبدأ بحقوق الإنسان، خلينا نبدأ بحادثة لطيفة ظريفة حصلت في بلدنا ما بين العام 2013 للعام 2015، كان باعتقال الناشط المصري محمد صلاح سلطان. محمد صلاح سلطان ناشط مصري ابن الشيخ صلاح سلطان العالم اللي موجود حتى الآن في السجون المصرية، تم اعتقاله في العام 2013 وهو يحمل الجنسية الأمريكية، تم وضعه في السجن فقط لمجرد أنه ابن صلاح سلطان. تم تلفيق بعض القضايا زي الانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم والاشتراك في مش عارف اعتصام مسلح وبعض القضايا الكبيرة اللي بيتم تعليمها للمعتقلين السياسيين. أضرب محمد صلاح سلطان عن الطعام في السجن فترة طويلة، ثم تنازل عن الجنسية المصرية بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على نظام عبد الفتاح السيسي، وتم ترحيله من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغما عن أنف القضاء المصري والنيابة المصرية ووزارة الداخلية والخارجية المصرية، لدرجة أن قبل 3 شهور تقريبا في زيارة عباس كامل للولايات المتحدة الأمريكية كان رايح يقول لهم أنا كان عندي وعد من نظام الرئيس السابق ترامب بمعاقبة محمد سلطان ووضعه في السجون في الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها الصحافة والإعلام الأمريكي كان بيستهزأ بهذا الطلب المصري. النهاردة محكمة أمريكية بترفض دعوة أقامها محمد سلطان ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي. محمد سلطان رفع قضية قبل 6 شهور تقريبا ضد بعض الشخصيات يتهمهم بتعذيبه قسرا داخل السجون المصرية، واختصم فيها رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي اللي كان رئيس الوزراء وقت فض اعتصام رابعه العدويه وبعد الانقلاب العسكري، وكان احد المشاركين والشاهدين على جرائم حصلت بحق المواطن المصري خلال فتره وجوده في رئاسه الوزاره. لكن الدوله بكل امكانياتها ووزاره الخارجيه المصريه بكل اتصالاتها تواصلت مع الحكومه الامريكيه لعدم تقديم او في محاولة لعدم وجود الببلاوي أو مثوله أمام المحكمة الأمريكية، وبطبيعة الحال فادوا في ذلك الحصانة اللي اكتسبها الببلاوي بسبب وجوده في البنك الدولي أو منصبه في البنك الدولي ويتمتع بحصانة دبلوماسية. صباح اليوم رفضت المحكمة استنادا لحصانة دبلوماسية يتمتع بها الببلاوي. الغريب في الموضوع إن العالم كله عارف ليه المحكمة الأمريكية رفضت
استجواب الببلاوي او انها تحكم عليه بسبب الحصانه، واللي مصر اتدخلت بطلب مباشر من الخارجيه والسفاره المصريه في الولايات المتحده الامريكيه بعدم رفع الحصانه. نفاجأ قبل شويه ان وكاله انباء الشرق الاوسط اللي هي الوكاله المصريه الرسميه تصف محمد سلطان بانه هارب، وتقول محكمه امريكيه ترفض دعوى الهارب محمد سلطان. طب اذا كان الراجل طالع من مطار القاهرة الدولي قدام عينيكو بموافقتكو أو غصب عنكو، يعني بعيدا عن السبب يعني، لكن الراجل مش هارب ولا حاجة، راجل يحمل الجنسية الأمريكية رضي الله عنها، واللي ما قدرتوش تقفوا قدامها فطلعتوه.